أدان جبهة إنقاذ الثورة السلمية ما أقدم عليه جهاز الأمن القومي بمطار صنعاء من احتجاز لمفتي تعز الشيخ سهل إبراهيم بن عقيل والعلامة عدنان الجنيد رئيس ملتقى التصوف الإسلامي ومدير مكتب الساحات بصنعاء الإعلامي أحمد الزرقة دون أي مسوغ قانوني. وأكدت الجبهة أن احتجاز الأمن القومي للمذكورين يعد عملا تعسفيا ومخالفا للدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها بلادنا. ودعت الجبهة جهاز الأمن القومي للكف عن ملاحقة الناشطين والإعلاميين والتوجه لملاحقة الإرهابيين والمخربين.